اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم على فهد مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء بالضبط من القريعه. جينا عند خونا عزمي مشجع ديال فريق الوداد العالمي اللي طالع عليه الدم بسبب المشوشين اللي كيشوشوا على فريق الوداد البيضاوي. سي عزمي السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا شوف تي في على الاستضافه، وحنا كنت في حاجه لهاد هاد 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 المكالمه، كنت في حاجه لها انا، ولكن شوف تي في هي القناه الوحيده اللي كتخلينا كنفرغوا. الحمد لله ملي جاوا في الوقت المناسب. بالنسبه لهاد الناس المشوشين، حنا كنقول للجماهير الوداديه من هاد المنبر هذا كنقول لكم الله يجازيكم بخير، التزموا الله يرحم الوالدين. ورا الناس راه كيحاربوا في الوداد بهذه العباره، راه كنقولوا على 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 السي الرئيس دابا، الرئيس ديالنا دابا رئيس اللي ضربنا وطحنا ونضنا باش يكون رئيس، والحمد لله تاتى لنا داكشي اللي كنا متطلبات ديال الجماهير الوداديه كامله، تاتات لهم ملي تاتات لهم باش تاتات لهم ملي جا 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 هذا الرئيس هذا اللي رئيس اللي كنا حنا كفاءه والمستوى العالي ولد الكره ولد الرياضه، جا هاد السي ايتمنى جا الوداد وايتمنى هذا اللي تابعوا واحد 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 الناس اللي كيحاربوه من بالبارودي، اللي كيحاربوه حنا كجماهير الوداديه راه خصنا نكونوا حنايا، خصنا حنا نحاربوا هاد الناس اللي كيحاربوا فيه. انا كنشوف انا شي منابر دابا خارجين دابا شي وحدين دابا دايرين لي باج ديالهم دابا، دابا كاينين لي باج دابا كنشوف فيهم انا دابا حاليا كيداخل باج ديالو في وداد الامه، ودير لي باج سولو وينرز، دايرين لي باج ديما وداد، هادو لي باج هادو ما كينتميوش للوداد ودايرين هكا وكيحاربوا في بعيد منا، خصو يجيب لينا، خصو يدير لنا، خصو يفعل لنا، خصو يترك لنا. كنقول الجماهير الوداديه الله يرحم لكم الوالدين، انتم راه مورين العقل، راه كتفهموا احنا الوداد، احنا جماهير الوداد، احنا الا ما هزيناش بالوداد انا كنطلب جماهير الوداد ما تسرحوش في هاد المنابر، كاين هذاك السرحه هذيك راه ما خداماش، راه الناس كيخلصوا منابر كيخلصوا بواحد الاثمنه خياليه، كاين الباج اللي كيتخلص بجوج مليون في الشهر دايرينو باش يحارب الوداد، وهاد الناس اللي كيديروا الشيء حنا راه معروفين، راه ما نقولوش السميات ديالهم، راه معروفين على رؤوس الاصابع، راه كاين اللي معانا وكاين اللي خارج عن الاسوار الوداد، باش تكون فاهم، كاين اللي وداديين، كاين الناس وداديين، كاين الوداديين كيحاربوا، وكاين اللي شي وحدين خارج ما كينتميوش للوداد، كينتميو للضفه الاخرى، حتى هما كيحاربوا في الوداد، وكنقول انا الناس الوداديين نزهاء جماهير الوداديه، الله يرحم لكم الوالدين، حنا شوف انا كنقول لكم رجعوا الاحتفالات وترجعوا الكؤوس وترجعوا داكشي ديال التوهج ديالنا ديال نادي الوداد الرياضي ديال الصالون والجلوف في افريقيا، بغيت ترجعوا لهادشي هذا، راه خصنا ندافر الجهود، باش غندافر الجهود، دافر الجهود حنا غنديروا يد في يد ونزيدوا فرقتنا، الله يرحم الوالدين، يتمنى راه يتمنى راه ماشي بوحدك، يتمنى حنا راه حنا جنود وراك حنايا، نكونوا واقعيين، حنا غنكونوا وراك حنا سي يتمنى، خدم لا لا الوداد اللي مستهدفه، اش كنوا واقعيين، راه ملي كان سعيد الناصري راه كان هذا الشيء هذا، وكان هذا الشيء هذا، وشوف غنتكلم مع القضيه بينك، كما قلتي راه الوداد مستهدفه، وتا تا الرئيس تايتمنى المستهدف، اش كون فاهمين، تا هو مستهدف، ولكن الوداد المستهدفه بهذه العباره هذه، نقولوا الوداد المستهدفه، هاد الناس هادو راه ملي كان سعيد الناصري راه كانوا لي باج، وحاربهم باش حاربهم حاربهم كيبان كتا كيعيا وكيخرج بجوج كلمات وكيحبس. انا كنقول للسي ايتمنى، انت حنا راه عشنا معاك وكنعرفوك الاصل ديالك، انت الترد ديالك كنعرفو كيفاش داير، انت راك كبرتي في العز وكبرتي في الخير وكبرتي، راه ماشي انت انسان تكبر عند الدار الفلوس، تو من بحال شي واحد اللي خونوا ونهبوا داروا السيد هذا راه ابن عن جد، الناس متمسك عليهم الله سبحانه وتعالى. والوداد غتجي الوداد راه جيتي فريق في المستوى تاع، ماشي نقول حنايا الوداد كبر منك ولا تكبر من الوداد، الوداد كبيره عندنا كاملين، ولكن انت راه في مستوى ديال الوداد، انت هو الرجل المناسب اللي حنا محتاجين به دابا حنايا، انا طلب منك نقول لك انايا يدار واحد الباج اوفيسيال ديال الفرقه، ونقولوا للجماهير الوداديه ويخرج تخرج في المنابر، الى منابر تخرج بهم كاينين المنابر اللي كيبغوا الوداد، مثلا حنا كندويو في شوف تي في ديال الشعب، ما عندك الفراقي كلهم بحال
اي رئيس جا بغى يخرج شي حاجه كيخرج وكيتكلم، ما عندهمش داكشي ديال 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 الخبايا كيضركوا. كاين شي مرابير دابا خارجي، دابا مرابير دابا اعلاميه كاينه دابا خارجي الايتمنى كيسبوا فيه وكيعيروا فيه. دابا دابا كيمشي يجيبوا الناس، كيجيبوا الناس كيدعوا بالله ما ودادين، ما راه ما ودادين ما والو، وكيجي كيدير العصا في الرويضه. انا كنقول لك انا سي 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 ايتمنى دير لنا واحد واحد الباج اوفيسيال ديال الفرقه، واي خبر عندك مرابير زوينه كيما قلت لك انايا اللي غادي تخرج فيهم تقول لهم ونسمعوا بكلام من عندك تايو. اي حاجه خرجت من غير من غير كلام ايتمنى راه كلشي غير كذوب وفي كذوب. دابا عندك واحد دابا ديال واش انت كافو اللي كتهضر على الوداد، واش الوداد عنده ناس معينين اللي يهضروا عليها ولا الجمهور ديالها كامل عنده حق يهضر في الوداد؟ اي واحد كينتمي للوداد عنده حق يدوي. انا كندوي، انا شوف انا هادشي اللي انا تي الناس اللي كيبداو يكومونتيو وكيدوي وانا كنعرفهم كيفاش دايرين. راه الناس صحابنا والناس اللي كيبغوا الوداد راه كتشوف كيكتبوا على الكلام الزوين، عارفين حنا كندويو بحرقه كندويو من قلبنا. اما الناس اللي غادي يكتبوا الهضره ديالك خاويه عارفينهم كيفاش دايرين حنايا، كنعرفك ما كتنتميش للوداد، انت ما كتنتميش للوداد، شحال اللي كيكومونتي وكيهضر بهضره خاويه، انت ما كتنتميش للاسره الوداديه، حنا راه عائله، وهذا الشيء العائله حنا رزق حنا الوداد، حنا الصابون ديالنا كنصبنوه في محلنا، ما كنخرجوش معاه، اما الناس اللي كيسبوا كيعيروا، حنا المهم غنتكلموا ونرجعوا للموضوع ديال نرجعوا للموضوع ديالنا حنايا. هو ديال ايتمنى، كنقول السي ايتمنى، كنقول لك انايا من هذا المنبر هذا، كنقول لك انايا دير باج اوفيسيال وغدوي عليه، غدوي عليه، غدوي اي حاجه خرجت من الاسم ديال ايتمنى ولا خرج من المكتب ديال الوداد، حنا غنسمعوها. ونداء للمنخرطين، بعد المنخرطين ماشي المنخرطين كامل، اكثريه المنخرطين راه صحابنا وخوتنا وراكم وداديين. الله يرحم لكم الوالدين، ديروا يد في يد وندافعوا على الرئيس ديالنا. علاش نقول لكم؟ علاش باش نهضر معكم؟ نتكلم معك دابا عطيتوه الصلاحيه، هو اللي كاين الرئيس دابا صلاحيه، خذ رئيس خذ الرئاسه ديالو غتبعدوا منه. حتى واحد بيقول لي دير هذا ولا يدير هذا ولا يدير هذا، خليه يدير خليه هو يخدم راسو، يدير المكتب ديالو، يدير اللي بغى يدير يديرو. اه هو الاكسبيرونس، كاين الاكسبيرونس دري ولد الكره وعاش في التجربه، عاش تجارب كثيره عاشها، عطيه يدير المكتب ديالو، وهذا المكتب اللي غيدار هو وراه عارف شنو كاين، باش كيما قالوا باش نهار توقع شي حاجه ولا شي حاجه مثلا نعطيوك تخدم مع راسك سالي العام ونتحاسبوا معك. هذا درتيه ما درتيش ولا ما درتيش ولا درتيه ولا درتيه، نقولوا اه ماشي تقول لنا انتم اللي جبتوا لي هذا ولا انت اللي جبتي لي هذا ولا انت اللي جبتي لي هذا. الله يرحم والديك، خلوا الرئيس يخدم، وحنا كجماهير وداديه نسكورتيو فرقتنا ومبقاوش نسمعوا بحال دابا مؤخرا خرج واحد كاتب فلان حط الاتجاه ديالو عند كيجيبونا حنا حتى لهاد الظرفيه اللي ظرفيه حساسه. حنا خصنا مدرب وخصنا لعابه وخصنا داكشي، كيخرج واحد يقول لك راه فلان كيتسال، وملي كيقول لك فلان كيتسال كينوضوا الجماهير الوداديه كيقولوا هذا كيتسال التسريف. الله يرحم والديك، هذه اللي حنا اللعاب كيتسال، حنا مشينا عند اللعاب اللي قال لك كيتسال، مشينا عند اللعاب قال لك لا انا ما لحقت حتى حاجه. دونك اش كتعني؟ كتعني راه الناس اللي باج اخرين هما اللي خدامين علينا. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير جماهير وداديه، دافر الجهود ونديروا واحد الجو ملائم اللي غيخدم فيه ساعدات الرئيس ديالنا يخدم فيه. شي لا باش ملي كيجي الرئيس يلا حط رجليه في المكتب، واش كنبداو نعطيوه شنو بغينا حنا ولا انا؟ شوف كل واحد شوف اسمع واضح، داكشي واضح، داكشي راه واضح، داكشي واضح بلي غيجي الرئيس. انا ماشي رئيس هذا رئيس بتطفل على الوداد باش نقولوا واهم هنا هذا ليا، هذا راه ماشي واحد رئيس جا دخلنا الوداد ما عرفت حاجه، عارف خبايا ديال الوداد، لا هذا راه ولد الوداد وكبر في الوداد وعارف الخبايا ديال الوداد، عارف الخبايا ديال الوداد. انا كندوي كنقول هذا الرئيس هذا، كنقول هذا الجمهور هذا يخليه الرئيس عارف اش كيدير، وعارف ماشي ما عارف، عارف اش كيدير. ما يقولوش يجيب هذا ولا يجيب هذا ولا يجيب هذا، الخصاص راه باين، الخصاص راه باين. على ما هو ما عارفش، وراه في العهد ديالو، هو في العهد ديالو شفنا لعابه في محمديه لعابه في مستوى عالي، اصيلا ما لعابه في مستوى عالي، شفنا لعابه عالميين اللي ما كناش كنشوفهم، ما شفناهمش، كنا كنشوفهم في التلفازه حتى شفناهم حنا في ملعب البشير. انا المحمديه، كتبقى هكايا المحمديه، كنا كنمشيو للمحمديه، فرقه في تروازيام ديفيزيون، وتحت المحمديه تيمشي في تروازيام ديفيزيون، وفرقي مضاربه بعضياتهم، اللي خدام اللاعبين هادو مضاربين مع هادو، وجا ايتمنى
فرقه كانت في الهوات وبقى خدام عليها وبقى خدام عليها خدام طلعها البريمير ديفيزيون، باش طلع فرقه البريمير ديفيزيون ما ساهلش، ولعبت ادوار طلائعيه في الفرقه، والفرقه ديال 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 كنشوف دابا شباب محمدي اللي فوتسال دابا كيفاش دايره، كدير القاب وكتولي لعبه في مستوى عالي. دونك هنا راه دوود الرياضه وعارف الكره شنو هي فيها اش فيها باش من فوقها. حنايا اللي علاش كنا كنغوتوا وكنخرجوا المرابط كندويو على ايتمنى 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 ايتمنى، حنا عارفين علاش ايتمنى ايتمنى. حنا المغرب حنا الكره المغربيه ما خصهاش شي واحد قاري ولا شي واحد واعي، هو القرايه قاري تبارك الله مستوى عالي، ولكن خصها شي واحد ديال التحرميات. لان علاش؟ لان كاين الخبز الكروي دابا، كاين شي حوايج دابا انا نهضر معك دابا، تجيب مدرب احسن مدرب في العالم تجيبو وتجيب لعابه بمستوى عالي وتجي وتبريباري الفرقه وتقاد عندك عندك فينال، ويجي ربيط ويدير لك فوط يضرب لك داكشي كامل اللي درت داكشي اللي شريتي كامل يضربهم لك في زيرو، ربيط يضربهم لك في زيرو. وما ينفعش معك السيلو وتقول هذا قاري ولا شي، خاص انسان كاريزما، خاص شي واحد اللي غيدافع على الفرقه، اللي بغى يدافع على الفرقه. حنا جبنا حنا كنا متطلبات ديالنا جي ايتمنى ايتمنى الحمد لله تاتل لنا داكشي اللي كنا كنبغيو ديك اللي بغيناه، والمتطلبات ديال الجمهور الوداد كامل كانوا كيتمناو ايتمنى الحمد لله ايتمنى وجه. دابا حاجه اللي غنقولوا حنايا وجه جماهير الوداديه كنا بغينا ايتمنى ايتمنى وجه. اش نقول لكم انا الجماهير الوداديه نجمعوا كما تجمعنا بغينا ايتمنى، نجمعوا ثاني ونحميوا لونتوراج ديال الوداد باش نحميوه، نحميوه بواحد واحد واحد الفيروس كاين دابا. الفيروس شنو هو؟ هو الفيسبوك. أكبر فيروس دابا كاين في الكرة هو الفيسبوك دابا. كيولي واحد كيمشي للقهوة كيبدا يكتب، وباش يكتب كيكتب اسم بالله راه أحمد الودادي ولا عباس الودادي، ودخل بواحد السمية هو دخل السمية ماشي ودادي، ويقول لك انا شاف فيها ايتمنى احنا خصنا شاف، وكينوض واحد الدري صغار كيبداو يبارطاجيو ليه ويديروا باش ياخذ نسبه المشاهد. انا كنقول لكم انا اي واحد لعب شي حاجه ندخلوا عنده شي مشكل سيدي العاده، شكون انت بعدا؟ لا غادي عدا كتقلب عليه كتقلب. الناس راه كيحاربوا فيكم وانتم ما عارفينش. واش انتم كتشوفوا بان ايتمنى كرئيس قادر يمشي بالوداد قدام؟ انت راه ماشي وانت ما خافش قادر اكثر من قادر. انا قلت لك انا عندنا يقين حنايا، واش حنا عايشين وكنغوتوا وكنخلوا وعباد الله انا ايتمنى هذا ايتمنى انا راه الله كيشد. اقسم بالله ما عمري ديت لقيت مع يديه، اقسم بالله ما عمري دويت معاه في التليفون وعلى كيعرفني ولا كيعرفو. انا كان عشنا معاه ملي كان ولاد الدر السلطان عشنا معاهم، كان خوالو وصحابنا وكشي، اما هو والله ما عمري كنعرفو. ولكن انا كنعرف انا مصلحه الوداد، كنعرف انا مصلحه الوداد، شي الودادين عارفين مصلحه الوداد. قادر شي ايتمنى قادر يزيد بالفرقه ويدي مع الالقاب بشي اللي دار سعيد النصيري، يكون ان شاء الله بحاله. نقول لك واحد القضيه، هذا راني جماهير الوداديه خاص نعاونوه بالسكوت ونسكورتيه، نكون واقعين المشوشين نعاونوه بالسكوت. حنا ملي غيدوي شي واحد انا راه عندنا جويد جمهور عندنا راه ضروري من الصبر. علاش بغينا حنا لا حنا اسمع راه دابا حنا فرق دابا تخيل معايا شحال واحد من لعب مشى، راه دابا حسبنا اكثر من 12 لعب اللي مشات، 12 لاعب اللي مشات. هو دابا حنا كنسمعوا كل نهار كنسمعوا لاعب مشى. شوف فيا انا كنقولها انه دا ايتمنى شي لاعب اللي ما بغانيش مره ما نبغيش 100 مره. اي لاعب واي لاعب كيمشي من الوداد باش كونوا فاهمين، هذه راه شوف فيا هذه راه عشناها. اي لاعب كيمشي للوداد والوداد ما راضياش عليه، شوف الكاريير ديالو كيمشي يلعب على الطيوح، اي فرقه مشى لها يلعب على الطيوح. كنقول لك اللي كاين اي لاعب ما كترضيش عليه الوداد كيمشي. شوف كرتي كيفاش مشى، مشى من الوداد وحنا فرحانين به، عنقنا وبسنا ومشى، اش واش كيدير؟ راه كعبي مشينا معنقنا وبسنا ومشى، راه مسهل علي الله، وبن شرقي أي لعاب راه عصام عدوى راه شرف داري، أي لعاب كيمشي من الوداد كيمشي من الوداد وحنا راضيين عليه، فين ما مشى كيسر الله سبحانه وتعالى، واللي مشى ساقط عليه الفرقة كون على يقين والله تيلعب على الطيوح، نحسب معاك اللعاب بلعاب اللي مشاو من الوداد وساقط عليهم الفرقة. بغيتي تمشي من الوداد؟ ما عندناش مشكل، ولكن سير عن التراضي، سير راضي عليك الفرقه نرضيو عليك، سير الله يسهل عليك. حنا اللي ما بغيتينيش بغيتيش تلعب في الوداد راه سوقلك هذاك، راه انت 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 اللي مضرور، ماشي الوداد المضرور، الوداد راه هي النجم، اما انت كتصنع كتصوبك الوداد اللي غتصوبك دير لك النجم. حتى اي لاعب كيكون ناكره ما كيعرفو حتى واحد، حنا انا جمهور الوداد، انا جمهور الوداد كيعرفوني الناس. باش كيعرفوني الناس؟ كيعرفوني الناس انا لعبت كره، ما لعبت كره لا والو، انا ودادي. الوداد عرفتني على ناس في مستوى عالي، عرفتني من اي واحد. الوداد هي النجم، اي لعاب كتجيبو من التروازيام ديفيزيون ويدير سميه ويدير كارير ديالو ويكون ود الناس
وسبحان الله سبحان الله العظيم كيسر الله سبحانه وتعالى يدير وليداته ويدير طوموبيلته ويدير داره ويدير كل شيء وكيمشي راضي عليه. انا حسب معك انا الكلام اللي قال اللي قال اللي قالها عبد اللطيف نصير. نصير كيفاش كيتكلم؟ نصير جا للوداد قال لك انا جيت للوداد درت سميه درت المسائل ودرت الاعترافات ديالو كيعترف. هذاك شي المسن انت هو كيفاش كيتكلم واللعبه كامل كيتكلموا لان الوداد ديال النجم. اي واحد جا للوداد كيدير سميه ويمشي، وحنايا كجماهير وداديه حنا كنرضاو عليكم. خود دير فلوس ودير كل شيء، انا ما باغي منك لا حتى تعيش منك هذولا، لا بغينا منه والو. يتمنى كطلب طلب واحد، كنطلب منه انا طلب واحد و 3 بوان. اي مقابله كتقلب على 3 بوان وكتقلب على الالقاب، ملي كتكون 3 بوان كيكونوا الالقاب. هذيك هي الفرحه ديالنا حنايا. النصيري راه النصيري نهار جا وقفنا معاه وضربنا وقال لنا امور من تماك شفنا النوبه الاولى ملي دخل جا الوداد شفنا تعلقنا معاه وسلمنا عليه وعطيناه وهنأناه. ومن تماك اقسم بالله ما بقيناش لنا ولا بقيت سلمت عليه. انا علاش غنسلم عليك؟ ما عندي ما ندير بك انايا. خدم سير خدم مع راساتك، انا باغي عطر بوان فرحني انايا. راه كانت الناس ديال القريعه راه كيعرفوا الناس ديال القريعه، ملي كتربح الوداد ملي كدير الوداد الالقاب كتشوفوا الاحتفالات والمأكولات والمشروبات. هذا هو حنايا، هذه هي الوداد هادي. وحنا كنقولوا كنقول ايتمنى انت راك قادر تمشي بالفرقه، وحنا عندنا واضعين فيك ثقه كبيره واضعين فيك انت، وان شاء الله سير استمر مع راساتك وما تشوفش وراك. راه مشوشين الا بقيتي كتسند لهم انت راه ما غاتزيدش. ما تسوق لتا واحد، ما تسول حتى انا. ونداء للجماهير الوداديه، حنا غنحاربوا هاد المشوشين ان شاء الله بعون الله. كلمه للجماهير، الله يرحم لكم الوالدين. انا كنعرفكم انايا كديبلاصاو مع الوداد اين ما حلت الوداد وارتاح حالك كتمشيو معاها كتبعوا الوداد. انا حاله وحده نقول لكم انايا ندير ويد فيد ندير ويد فيد ونزيدوا فرقتنا. هاد الفرقه هادي راه مستهدفه، راه الناس راه كيطالبوا باش ما يدوش هما الالقاب وحنا ما نديوش الالقاب. عندهم الربح الوداد ما ديش لقب، عندهم الربح الوداد دخل زيرو زيرو لقب وكيفرحوا هما. هذوك هو الفرحه ديالهم، واخا ما يديه هو والو كيفرحوا بالوداد بالاخفاقات ديال الوداد. الوداد دابا راه تسنتي دابا مؤخرا دابا كان هذا النداء للجماهير الوداديه. الا تسنتي دابا البطوله كيفاش دايره؟ البطوله ناعسه، عصبه الابطال ناعسه، كلشي ناعس. فينال ديال عصبه الابطال ديال الترجي مع مع مع, مع الاهلي، سبيكر كيقول لك جماهير الوداديه، ما كايناش الوداد ما كاين حتى حاجه. الحلاوه ديال الكره راه هي الوداد، الوداد الرياضي، الحلاوه ديال الكره راه هي الوداد. انا كنقول انا جماهير الوداديه نديروا يد في يد ونزيدوا فرقتنا ان شاء الله بحول الله. كلمه اللعبة ديال الوداد، انا غنقول دول الكلمه ديال اللعبة اللي مشاو بعدا. تشكرات ديالنا لكم لعب بلعب، كاع اللي عطي للوداد، اي واحد عطى للوداد وفزنا معاه بالالقاب ولا ملي فزناش معاه بالالقاب استسمحوا لي. حنا غنستمعوا غنقول طول منك المسامحه على قبل شي ناس الجمهور اللي سال لكم. وكنقول لكم انايا راكم كتبقوا على راسنا على راس عيننا من بينهم بلا ما نقول الاسماء ديالهم بحال بعد اونجام ولا بعد سعداد ولا جبران هذا ولا سرغات ولا كنتو معنا في الوداد وعطيتو البليس في الوداد وزدتو معنا الوداد. انا كنقول لكم من هذا المنبر هذا غتبقاو على راسنا وغتبقاو فوق من عينينا، غتبقاو نحترموكم حتى نموتوا، لان انتم راكم عطيتو الوداد درتو البليس في الواك وديتو معنا لقب. انا تشكرات ديالنا وهاد اللاعبين اللي كاينين دابا هنايا كنقول لكم شوفوا الله يرحم الوالدين راكم انتم محظوظين. اي لعاب عندك كيلو حمل القميص ديال الوداد راه ترك محظوظ. راه كتحمس واحد القميص، واحد القميص اللي هزو المقاومه الفرقه هذه، الفرقه ديال اهل الله. انا جيت نحسب معك على اللعابه، لعاب جبدك هاد اللعاب اللي كيلعبوا دابا، جبدك عابونو وجبدك زكي وجبدك عزبو درباله ونيبات فخر الدين الداودي بن عبيشه، العلامه ديال الكره دازو في الفرقه دازو فيها. عاد نهضر لك على التاريخ او تالي لي تريبل ديال بلا ما نقول لك انا عبد السلام ودريس والشتوكي وزيد قائمة طويلة. واي واحد حمس قميص ديال الوداد كنقول لكم انايا كون على يقين دخول هذه الفرقة، دخول لها بنيتك ودخل دخل تخدم الفرقة، كون على يقين غادي يسر لك الله سبحانه وتعالى وغادي تمشي لاعلى اعلى درجة. وحدة فريق الوداد كنقول لكم من اللعبة اعطي 30% ولا عندك 50% ديال الجمهور، 70% راه كاينة، تعطي 40% راه 90% راه كون غادي راه الوداد راه الوداد، كونوا على يقين الجمهور ديال الوداد راه الجمهور ديال الوداد راه لاحظتي دابا حنا العام اللي فات كنقولوا راه كانت عام كارثي وكل شيء، وراه لعبنا فينال ديال سوبر كوبا ما تنساوش الاخوه، لعبنا فينال ديال سوبر كوب، والعام اللي موراه عاوتاني كنا في الزميل وكنا عاودين مأزمين ولعبنا فينال ديال عصبه الابطال. فهموا هاد الاعوام الاخر اللي مشات لعبتي فينال ديال عصبه الابطال وفينال ديال سوبر كوب. انا اتمنى كلمه، نقول لك انا اتمنى كلمه من واحد من جمهور الوداد، ماشي من واحد من جمهور ديال الوداد.
عبدو ربي الضعيف. كنقول لك انايا دير مدار الناصري، تسوق لتا واحد، خدم ما تشوفش وراك. اخطاء اللي دار الناصري تعلم منها انت. يا كانوا شي حوايج داروا بالناصري زوينين، عندي الناصري اللي عنده راه عنده 80% مزيان، كانت واحد 20% اللي كانت شويه. انا كنقول لك انا هذيك 80% خدم داكشي اللي دار الناصري، دير بحالو وكون على يقين. حنا جماهير الوداد راه نكونوا بجنبك، غنكونوا بجنبك. راه عندك واحد الكيان، عندك واحد الكيان سميتو الونارس، راه الناس هذوك راه ما كانش هكا، راه الشغل والشغل ديالهم هو الوداد. كون على يقين راه غيسكورتيوك، راه شي واحد يجبد عيش منا بكلمه صغيره تجبلو على بكلمه كبيره. وحنا غنبقاو ندافعوا عليك حتى الان، ولكن حنا عارفين القلب ديالك اش فيه، وعارفين ديك الحب ديالك لهاد الفرقه هادي. وحنا الاحتفالات كاملين اللي دازت الوداد راك دوزتيها معنا انتيا، بغينا نرجعوا الاحتفالات وتكون ان شاء الله تل في المنصه الشرفيه تل تسلم الكؤوس ان شاء الله بحول الله للوداد. ما غتصوروا والو من الوداد، المشوشين ما غتصوروا حتى حاجه من الوداد، كونوا على يقين. الوداد عندها ولادها، عندها غتبقاو دوي وغتبقاو دوي وغدوي 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 بخاوي، ما غدوش في العمر. انا ما غدوش في العمر، حنا راه غادي حنا راه عليكم بالمرصاد، حنا غنبقاو نفرشوا فيكم حتى نبقاو نفرشوكم، الفرشه غنديروها لكم حنايا. داكشي كاع داكشي لي باج، حنا راه دابا خدامين، دابا حنا خدامين، غنلقى نجبدوا باج باج، وغادي ندير السميه ديال لي باج ديالكم انتوما، وغادي نفضحوها ان شاء الله بحول الله، وما غتصوروا حتى حاجه من الوداد ان شاء الله بحول الله، وديما حمرا ان شاء الله. شكرا خويا سعيد.